نحن أول قناة تلفزيونية تصل إلى هذا المكان قرية المزهر في مديرية باقم محافظة صعدة، حيث سيطر جنود محور آزال اللواء 102 خاصة على القرية قبل 24 ساعة، واستولوا على ما فيها من أسلحة وذخائر، وتقدمت قطاعات من ألوية المحور باتجاه مركز مديرية باقم ووصلوا إلى مشارفها، وبعد قليل سننتقل إلى هناك. المعركة حدثت بإسناد جوي ومن طيران التحالف، وكذلك جهد هندسي غير مسبوق لتفكيك حقول الألغام التي كانت تحاول إعاقة تقدم جنود أزال نحو هذه القرية، قرية المزهر والمناطق الأخرى.